رغم أن هذا العام شهد تحسنا ملحوظا في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في النجف قياسا بالسنوات السابقة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال الشهرين الأخيرين صاحبه تراجع واضح في وضع الطاقة الكهربائية وتذبذب في التيار، الأمر الذي دفع بالمواطنين باللجوء إلى أصحاب المولدات الأهلية. الانقطاع بدأ ملحوظ، يعني كان ساعتين بساعتين، هسه لا ازداد. احنا لا عندنا مصانع ولا عندنا معامل جبارة بحيث تستهلك طاقة، الطاقة وين تولي؟ فعليه احنا شو نسوي؟ مضطرين نتحمل ابو المولدة، ابو المولدة هم قام يشوف يبيع علينا غالي، هم قام يبيع علينا اعدان نص، ساعة يجيب ساعة ما يجيب. دائرة توزيع كهرباء النجف قدرت الحاجة الكلية للمحافظة ب 1000 ميجاوات، يصل منها فعليا 550 ميجاوات، مرجعة سبب تردي وضع الكهرباء إلى وجود اختناقات بسبب قلة محطات التحويل الثانوية 132 وقلة مغذيات 33. متحدثة عن حاجة النجف إلى 4 محطات تحويل إضافية. وجود اختناقات في شبكات النقل للطاقة الكهربائية المغذية لمحافظة النجف، هذه الاختناقات سببها قلة المحطات 132 المجهزة لمحطاتنا وقلة مصادر التغذية لمحطاتنا 33-11. النجف الآن بها 6 محطات ثانوية تحتاج إلى أكثر من 10. فيما انتقدت لجنة الطاقة في مجلس المحافظة تلكؤ إنشاء بعض محطات التحويل المحالة من قبل وزارة الكهرباء، مطالبة الوزير بتنفيذ تعهدات قطعها سابقا للمحافظة لحل أزمة الكهرباء فيها. وزارة الكهرباء حالت على الشركات والشركات تلكأت، احنا سالان لو يسعفونا محطات متنقلة 133 محطين او ثلاثة نقدر نفك اختناقات محافظة النجف في الوقت الحاضر. وقد وصلت درجات الحرارة في النجف ذات الاجواء الصحراوية الجافة الى 50 درجة مئوية. ورغم أنها السنة الأفضل قياسا للسنوات الماضية من حيث ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، إلا أن التذبذب عاد إلى الشبكة الكهربائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.